بتستقبل الزبون في المطعم وبتقعده في احلى مكان في المطعم. وتعالوا نشوف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ميرسي يا احمد. شكرا. 15 جنيه مينيمم ما متشارج حضرتك. نعم كيف خلاص لما واجب حضرتك تدفعهم دلوقتي. لا 15 بقى. ماشي هدول 20. مش مشكله خليه دلوقتي او بعدين. لا يا فندم مفيش بقشيش عندنا خالص. مش بقشيش خليه لما نتحاسب لسه. لا يا فندم ادي 5 جنيه اهي. ميرسي خالص يا مدام. ايوه ما حضرتك ما خدتيش الاوردر. اه لا حضرتك سوري معلش الميكروفون اللي قدام حضرتك ده. هتكلم في الميكروفون ده؟ ايوه هتقول طلبك حضرتك طلباتك نوع الاكل اللي انت عايزه بيوصل على المطبخ طوالي تحت في جهاز كمبيوتر بيستقبل ده. انا عايز اوردر فرش 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 فرش. ها الاكل لسه ما جاش؟ ما جاش حضرتك. ما جاش. ايه ده؟ اتكلمت زي ما حضرتك قلت لي ما طلع صوت عالي كده والناس كلها قعدت تبص لي بطريقه كاني عملت جرمه وحاجه غلط يعني مش عارف. حضرتك قلت انك نمره 5. ترابيزه 5. 5. عايز عايز ورقه وصاله تفضل وصاله صغيره. عايش ايه راي حضرتك في الاكل؟ اكل ايه حضرتك؟ مفيش حاجه جت. اتكلمت زي ما حضرتك قلت لي برضه نفس القصه حضرتك برضه بتحصل كل مره. انا مش عارف يعني احنا. طب انت قلت ايه حضرتك؟ قلت ترابيزه نمره 5 وعايز وقلت الطلبات اللي انا عايزها. انا عايز ربع فرخه وسلطه طحينه وسلطه خضراء وبطاطس وعيش. ودوست على الزرار؟ انا ترابيزه 5 عايز ربع فرخه وسلطه طحينه. انا قاعد على فكره برقبك وانت بتاكل بنهم. الحمد لله الاكل عجبك مش كده؟ كويس. طب الحمد لله. حضرتك عندك 10 جنيه فرخه 5 سلطه خضراء 5 سلطه طحينه 5 بطاطس 5 عيش و30 ارسال واستقبال. دفعت 15 بدل 45. ايه ارسال واستقبال؟ حضرتك عندك 10 5 5 5 5 ودي 30 ارسال واستقبال. يبقى ارسال استقبال ايه حضرتك؟ ودفعت 15 ب 45. ايه ارسال ايه 30 ارسال واستقبال دي؟ مش حصل حضرتك لما جيت عملت فيش ريش 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 اكثر من مره؟ في فيش ريش دي؟ مش اتكلمت في الميكروفون حضرتك اكثر من مره؟ ايوه اتكلمت لان انت حضرتك قلت لي ده نظام المحل وبتتصل بالميكروفون. لا حضرتك في ترابيزات ما فيهاش ميكروفون يعني كان ممكن تقعد على ترابيزه مش ما فيهاش ميكروفون خالص. مش مزيه ذكيه. مش أيوة. مزيه ذكيه. تعالى تعالى تعالى. طيب الحكاية سهلة خد اديها لها يلا. واحد بخرونة فرن وصلاة وفرنين بنين. حضرتك قلت اتكلم في الميكروفون. اتكلمت في الميكروفون. ايوه كويس اتكلمت. قلت ايه يعني؟ انا مش عايز اعرف انت عملت ايه. قلت واحد مكرونه فرن وسكالوب بنين. ما قلتش حاجه اكتر من كده. طب ممكن اسمعها لو انت كرمت؟ اسمعها لان سمعتها بطريقه جننتني تحت. واحد مكرونه فرن وسكالوب بنين. اهو بقى شفت بقى شفت حضرتك شفت حضرتك شفت الناس كلها مستاءه ازاي؟ مش معقوله حضرتك تنسى اهم حاجه الزرار. زرار؟ زرار ايه؟ ما دوستش على الزرار حضرتك. حضرتك ما جبتليش سيرة أي زرار أدوس عليه. أنت أول مرة حضرتك تخش مطعم بزرار؟ مطعم بزرار؟ دوس حضرتك على الزرار قبل اتفضل اطلب. واحد مكرونة. لا 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 حضرتك حضرتك سوري أنا مش فاهمك. حضرتك بتضغط على الابيض وسايب الاحمر ليه؟ مفيش زرارين. طب ليه معمولين؟ لا انا اللي عايز افهم بقى. ما ثانيه واحده حضرتك يعني ايه ابيض ويعني ايه احمر؟ حكيلك. حضرتك قلت دوست على الزرار. في ايه؟ اهو بص حضرتك انا عايز حركه. ده في اطفال عندها 3 سنين بتخرب الطلب في ثانيه بيجيبهم. بص حضرتك هات صباعك معايا الصباع ده على الابيض هتضغط ابيض وهوب احمر. انا جيت المحل هنا عشان العب هوب احمر هوب ابيض. انا بخدمك مش هضرك.
فضل حضرتك عشان خاطري اخر مره. واحد صاروخ بقيه هنا فرن فرن. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ايه حضرتك 15 جنيه مينيمم تشارج. 20 جنيه. حضرتك ليك 5 جنيه عندي اتفضل. اه خلاص. لا 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 مفيش بقشيش عندنا خالص. يعني ادخل في البتاع ده؟ ايوه هنا اه في الميكروفون. ده انا عايزه يعني؟ ايوه حضرتك بتطلب هنا في الميكروفون بيوصل طوالي على المطبخ على الجهاز الالي بيعمل اجريشنز وبيطلع لك الاكل مغلف لم تمسسه يد. انت بتشوف الاعلانات اللي بيتقال لك فيها لم تمسسه يد لم تمسسه يد. عارف الاعلانات دي؟ احنا بنعمل الاكل لم تمسسه يد. عايز تجيب الكلام عشان ربع كيلو كباب الناس كلها عرفت الميه وبتاع. طب اطلب نص اطلب كيلو مش يعني الناس مش هتبص كده لما اقول نص. يبصوا على ايه؟ على انا لما بقول له انا عايز ربع كيلو كباب يعني. وانت لما بتقول ربع كيلو كباب حد يبص عليك؟ ما دي الناس كلها واخده بالها مني انا. ليه؟ لما تقول لي انا قاعد لوحدي في المطعم. حضرتك دلوقتي بتعمل حاجه غلط؟ لا طبعا. طيب حضرتك اطلب في الميكروفون عادي وده بفلوسك حضرتك انت حر محدش يقدر يكلمك. يعني اعيده من تاني يعني؟ ايوه حضرتك تطلب. اه هو انت حضرتك طلبت؟ اه طلبت. من غير ما تدوس على الزرار؟ من غير ما زي ما انت قلت لي. حضرتك هتدوس على الزرار ده، أول ما تدوس عليه هيوصل الكلام كله للمطبخ، هيتاخد على الكمبيوتر، هيجي لك أكل لم تمسسه يد. لم تمسسه يد، وادعي لي قول زكية زكريا عملت لي اللي ما حصلش. ربع كيلو كلام باب ما عملناش حاجة كده. حضرتك هتدوس على الزرار الأبيض وتحبس بالأحمر. انت زملكاوي؟ ما قلتليش كده، اهلاوي طبعا. والله دمك زي السكر، حضرتك دوس على الابيض ودوس على الاهلاوي يا سيدي بعد كده. ابيض ابيض حبسنا في الاحمر. ها؟ حرف بقى. لا لا انا كده مش هقعد دقيقة واحدة. دوس بقى ابيض ها؟ ابيض مع احمر؟ مع احمر؟ ها؟ قول. انت عارف ايه اللي حصل؟ انت اتاخرت لان صباعك في بطء. انت عارف بتوع الاله الكاتبه بينجحوا ليه في دي اكتر؟ يعني كل الزباين عندي هنا اساسا بيلعبوا كمبيوتر كمان. فتبص لها هوبا ابيض احمر طوالي ثانيه. الحساب حضرتك حساب ايه؟ حساب 30 جنيه حضرتك دفعت 15 فاضل 15 يبقى كده مظبوط. وانا كدت عشان ادفع الحساب؟ انا عارفه انك ما كدتش حضرتك. الحساب 30 ارسال واستهبال استعمال الميكروفون. ارسال واستهبال ده ده استهبال. يعني كده انت عايز تاكل من يتامى يعني؟ كل من يتامى. مش كده جايه؟ من يتامى. تعالى تقاوي تعالى في ايه؟ خد التقاوي خد. هتدفع ولا مش هتدفع؟ ايه ده؟ هتدفع ولا لا؟ ايه ده؟ حضرتك دفعت 15 عايزين 15 كمان. كنت كلت حاجه ب 30 جنيه؟ حضرتك كلمت في الميكروفون والميكروفون المكالمه فيه ب 30 جنيه. الميكروفون ايه اللي كلمت فيه؟ الارسال والاستقبال حضرتك 30 جنيه. الاستقبال؟ معلش حضرتك. ليه انا كنت كلمت لندن ولا حاجه؟ لا سمحت ايه حكايه لندن دي؟ انت كلمت المطبخ حضرتك تحت دلوقتي. والمطبخ ده في فرنسا؟ انت في 15 جنيه كمان لازم حضرتك تدفعهم. دفعهم بتوع ايه؟ بتوع ايه؟ طب قول 2 4 6 8 كده. مش هقول 2 4 6 8. طب قول اسكلوب بانيه قول اي حاجه. مش هقول اي حاجه. انا قعدت اعلمك 17 مره هنا انك تدوس ابيض هوب احمر. عرفت تعملها ازاي؟ على بالك